مباراتين مهمين للأهلي والزمالك اللي جايين، على الرغم من انهم حققوا نتيجة كبيرة جدا في الذهاب واعتبر التأهل شبه محسوم، ولكن في النهاية المباريات دي طبعا بتبقى مهمة لتجربة اللاعبين الغير أساسيين والصفقات الجديدة. يمكن النادي الأهلي في المباراة الأولى كان لاسارتي المدير الفني السابق استبعد كل الصفقات الجديدة، أعتقد الكابتن محمد يوسف هيبدأ بيهم في المباراة اللي جاية عشان ياخدوا ثقة وياخدوا حصية المباريات وحصية اللعب مع النادي الأهلي. برضو نادي الزمالك أعتقد أنه هيدي فرصة للاعبين كثيرة اللي ما شاركتش في المباراة الأولى، خاصة النتيجة كبيرة جدا وتأهل شبه محسوم بالنسبة للفرقتين. زي ما قلت، هي فرصة المباراتين دي لتجربة اللاعبين الغير أساسيين وللصفقات الجديدة في المباريات اللي جاية إن شاء الله. أستاذ محمد، هل بتعتقد أن طرق لعب الفرقتين ممكن تختلف مع تغيير القيادة الفنية، ولا هيمشوا على نفس المنوال ونفس النهج الفني؟ اعتقد هيبقى في تغيير برضه في خطط اللعب سواء الفرقتين. ميتشو المدير الفني الجديد نادي الزمالك ليه طريقه لعب معروفه بيلعب بيها، برضه لسه بيتعرف على اللاعبين نادي الزمالك، هتكون فرصه المباراه دي ليه انه يشوف قدرات لاعبي الزمالك الحقيقيه، انه يعيشهم في مباراه رسميه فعليه. ان كانت يعني فرصه كبيره ليه، ان زي ما قلت مباراه الذهاب انتهت بنتيجه كبيره جدا، اعتقد دي فرصه جيده ليه انه يشرك اغلب لاعبي الزمالك الغير اساسيين والصفقات الجديده، يبدا يطبق خطط اللعب الجديده بتاعته على الفريق. وبرده كابتن محمد يوسف اعتقد انه هيتم تغيير طريقه اللعب، هو هيستعين باكثر من لاعب من الصفقات الجديده في المباراه دي عشان ياخدوا حساسيه المباريات وحساسيه اللعب مع النادي الاهلي. طيب، هل في اخبار عن المدير الفني المرتقب للنادي الاهلي؟ يمكن الموضوع النادي الاهلي في سريه تم بيفاوض اكتر من مدير فني، يمكن زي ما قلنا كانت لجنه التخطيط شافت اكتر من 50 سي في وبعدين اختصروهم لخمس مديرين فنيين. اعتقد ان المفاوضات ماشيه بشكل، هل في معلومات عن اسماء الخمس مديرين فنيين؟ لا، يمكن النادي الاهلي عامل سريه تم على اسمائهم، ما نقدرش يعني كل دي تكهنات، انا مش عايز اقول اسماء تطلع مش هي الاسماء، يعني حتى الخمسه دي معلومات غير مؤكده؟ بالظبط، يمكن في اسماء كتير بتتداول الفتره الاخيره وسواء في الاعلام او في الصحافه والجرايد، يمكن النادي الاهلي رافض تماما انه ياكد او ينفي حتى الاسماء اللي بيتم ترددها في الفتره الاخيره. طيب، بغض النظر عن الاسماء، هل المدير الفني الجديد ممكن يدير لقاء سوبر امام الزمالك؟ من المتوقع، يعني هو لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي بتسابق الزمن للتعاقد مع المدير الفني في الفتره الحاليه عشان يبدا مهمته من مباراه السوبر امام الزمالك. وطبعا ده من مصلحه النادي الاهلي ان كل ما يتعاقد بدري مع مدرب يبدا في التدريبات ويلعب المباريات وديه ويبدا يدخل الاجواء ويتعرف على لعيبه النادي الاهلي. اعتقد ده هدف النادي الاهلي انه في اقرب وقت ممكن يتعاقد مع مدير فني يكون صاحب سي في قوي ويلبي طموحات جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. هل لقاء السوبر هيكون بحضور جماهيري ولا من غير جماهير؟ والله هو لحد دلوقتي يعني مكان السوبر يمكن بالشكل 100% ما تحددش، اعتقد لو اتلعب في مصر لازم يكون في حضور جماهيري، هي مباراه سوبر بالذات مباراه جماهيريه والاهلي والزمالك. المكان كمان لم يحدد بنسبه 100%، ممكن احنا عارفين ان هو برج العرب، يعني ممكن لو الاهلي والزمالك طلبوا حضور جماهيري اعتقد انه ممكن يتم نقله لخارج مصر، ولكن اعتقد ان في اصرار من، يعني ممكن يتلعب في احدى الدول العربيه مثلا، ممكن لو الاهلي والزمالك اصروا على حضور جماهيري كبير وخاصه مع القياده الجديده لاتحاد الكوره ممكن كل شيء وارد وممكن كل شيء يتغير في الايام القادمه، بس اعتقد انه حتى لو تلعب في برج العرب هيكون في اصرار كبير من الاهلي ومن الزمالك على حضور جماهيرهم، مباراه جماهيريه مباراه كبيره، واعتقد مش هيكون في مشكله بعد نجاح تنظيم كاس الامم الافريقيه هنا في مصر. هو ده السؤال يا استاذ محمد، انت دلوقتي نظمت كاس امم وكان عندك منظومه كويسه للتذاكر من خلال تذكرتي والكلام ده كله، ايه اللي يمنعك ان انت تدخل جماهير في لقاء بينتظره يعني كل الجمهور المصري اهلي وزمالك؟ يمكن هو برضو ايه المشكلات دلوقتي؟ ما اعتقدش في مشكله امنيه، يعني ما اعتقدش، لا ما اعتقدش، مش مشكله امنيه، مشكله تنظيميه اكتر منها امنيه، يعني ان انت تعمل زي تذكرتي في الوقت الضيق ده اعتقد ان صعب في الوقت الضيق ده ان انت تطبق المنظومه، ولكن اعتقد ان يعني في اصرار كبير من الاهلي والزمالك ومن اتحاد الكوره ومن الامن ان كله عايز يطلع المباراه بشكل كويس. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نسمع اخبار كويسه على حضور الجماهير سواء في مباراه السوبر او في مباريات الدوري اللي جايه ان شاء الله. هل تذكرتي انتهت بانتهاء فعاليات كاس الامم الافريقيه ولا ما زالت موجوده وشغاله
وممكن نستفيد بيها خلال المباريات الجاية في الدوري أو الكاس أو أي مسابقة بتقام على أرض مصر؟ هي منظومة تذكرتي أصلا معمولة لكأس الأمم الأفريقية، ولكن كسيستم هو موجود والبرنامج بتاعه موجود، ممكن يتم تطبيقه، مش هياخد يعني وقت، بس ترى في إصرار والإدارة الجديدة لاتحاد الكرة ناوية أن هي تشتغل على موضوع الحضور الجماهيري. أعتقد أن السيستم موجود والبرنامج موجود، يتم تطبيقه على طول. يعني النادي الأهلي كمان في مباراته الأفريقية تقريبا بيطبق شبه النظام ده، أنه بيبقى في بطاقة مشجع لمشجعي النادي الأهلي، كل واحد ببياناته متسجله على الكمبيوتر وبيبقى حجز الكتروني. اعتقد ان السيستم موجود والبرنامج موجود، لو في نيه للحضور الجماهيري ان شاء الله هيتم تطبيقه بس في اسرع وقت ممكن زي ما قلت. عشان طب قول لي يا استاذ محمد، يعني مدى كفاءه وقدره القائمين على اداره اتحاد الكره حاليا؟ ازاي ممكن يعملوا طفره خلال الوقت القليل اللي جاي لحد ما يتم طبعا انتخاب بقى اعضاء مجلس اداره ورئيس جديد لاتحاد الكره؟ يعني احنا شفنا الفيفا اعتمد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة كلها كفاءات إدارية، أستاذ عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وكابتن الدكتور أحمد عبد الله وأستاذ محمد صدر والدكتور ساحر عبد الحق وأستاذ جمال كابتن جمال محمد علي. أعتقد إن كل دول يعني كفاءات قادرين على إصلاح الكرة المصرية الفترة اللي جاية. إحنا منتظرين منهم الكتير، سواء في تغيير لوائح لإعداد الانتخابات، إدارة المنظومة حتى موعد الانتخابات المقبلة. ويمكن الفيفا قال إن اللجنة دي كلها ليس لها حق الترشح في الانتخابات، وده بدي طمأنينة أكتر إن ما فيش حد ليه أهداف، يعني ما فيش حد منهم هيكون ليه أهداف انتخابية. بالعكس، هو الهدف إصلاح الكرة المصرية، الإعداد لوائح جيدة، تغيير اللوائح البالية اللي موجودة. أعتقد أنهم لديهم القدرة بعد دعم الإعلامي والدعم من منظومة كرة القدم والدعم من أعضاء الجمعية العمومية لهم، أعتقد أنهم يكونوا قادرين على إصلاح منظومة الكرة المصرية الفترة الجاية ويأخذوها لسفينة الأمان استعدادا للانتخابات. أعضاء الجمعية العمومية في النهاية هم اللي يختاروا بعد كده في الانتخابات من يقود الكرة المصرية. الانتخابات إن شاء الله مقرر ليها إمتى؟ هو ما تحددش وقت، هم أول اجتماع ليهم هيكون يوم السبت الرسمي، أو الاجتماع الرسمي للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد المصري كرة القدم. ولكن الفيفا إداهم يعني تعيينهم حتى 31 يوليو 2020، يعني متوقع الانتخابات هتكون في يوليو 2020، أقل من سنة يعني. بالضبط، يعني هم أقل من سنة ما هيكونوا متواجدين على رأس المنظومة والإعداد للانتخابات، وقال إن هي اللجنة دي هي كمان اللي هتدير العملية الانتخابية.